السلام عليكم. أول ما نبدأ بالليل نحب نجاوب جماعة اللي قاعدة تسب فيا ياسر اللي ما تعاودش ترجع السبان في فيسبوك عليا تفكروني في جماعة التجمع. عاد نقول جماعة النهضة اللي خذاو المكان جماعة التجمع وأنكم راكم ما تخوفوش وقاعدين تشاهولي في سمعتي كيما حب يعمل التجمع اللي أنا ضد الإسلام وضد الدين في تونس. أنا لا بالعكس وتكلمت وقت أنتم ما كنتوا ساكتين وقت تبعثوا في برقيات الشكر لسخ المطري بالزيتونة أنا قلت الجماعة ما يلزمها تفتح. والأئمة تحكي على الدين والجامع مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة ومطار تونس قرطاج اللي عامله المطار الرئاسي واللي يتعداو منه الحجاج مع تحية عسكرية معناتها أنا ضدكم علاش خاطركم تحبوا تصليوا في الشارع وتعملوا السياسة في الجوامع غايتكم الحكم وتستعملوا في الدين وتزيفوا في الدين وتلاعبوا مشاعر الناس باش ترجعوهم لأصالتهم كأنهم كفار ما همش كفار تونس ما يزومش يخافوا فما ناس قالوا ريت في سباق الستارة جابوا 12000 يكذبوا جماعة جراد هما اللي جابوا لهم اشترهم هما والتجمع هذا لازمكم تعرفوه جابوا 17 كار من الجمهورية كله وعملوا كتمثيلية باش الشعب يخاف منهم وحتى اللي يبدا شاكك يمشي معهم ما تعرفوا خلقاء خويين هذا اللي نحب نقول نحب اليوم نحكي على المشروع متاع الانتخابات اللي عملته الهيئة العليا لسرقة الثورة اللي تسمي نفسها حماية الثورة برح ضيحة سرق عمار واقفين وناس بيديهم وعيات وسياح الحمد لله ما ضربوش وما ضربوا برشا مرات وطيح في وراحي أما تفهموا على قسم الجاتو تفهموا على قسم الجاتو وخرجوا في الجرائد المرأة 50% والرجل 50% هذا كتميه ونجماعة التجمع الكبار مش باش ندخبوا تميه تفاهموا مع الجي تي تي اللي هي الفرع توا جديد نتاع التجمع واللي هي اون بوزيسيون دو فورس وحطوا كحزاب الكاكاوية في وسطهم ولعبوا هالم كيفاش؟ باش تكون انتخابات على حسب ما يقترحوا هما بالقوائم معناتها انت تسكن في اريانا يلزمك تصوت حتى على جماعة الدندان ما تعرفهمش يلزم ليستات ويلزم قوة فلوس ومن الفضايح نتاعهم ما قالوش على قانون مالي واحد من النهضة في بلاتون ضمن حنا بعض الوطنية كي جبدوا له على الفلوس قالوا ما عادش بيه الفلوس اللي يجيب الفلوس هذاك هو الحزب الباهي معناتها اللي يجيب الفلوس من تركيا ومن السعودية هذاك هو اللي باش يربح الانتخابات هذا أنا ضده وسأدعو إلى مظاهرة صاخبة يخرجوا فيها جماعة اللي خرجوا نهار 14 جانفي في شوارع تونس يخرجوا أمام مجلس ركوب الثورة هذا اللي قاعد يلعب لها فيهم وناس معناتها أحزاب كاكاوية والنهضة وسجراد وكل المحامين اللي راكبين على ثورة فيهم 800 محامين تجمعين ذابوا ولو كلهم ثوريين باش نخرجوا نظاهر ونساو رجال باش نوقفوا الطيار هذايا ونحلوا المجلس مجلس سرقة الثورة ونزيحوا فؤاد المزع اللي أعطاه المرسوم باش يخدم به باش يسرقونا ثورتنا واش يحبوا يعملوا وإذا كانوا بالمجد يحبوا على مجلس معناتها باش يقنوا أنا نقترح عليهم هي كيما عمل سيباجي قايد سبسي قال لهم اللي يكون في الحكومة ما يترشحش نهار آخر منصب سياسي ولا رئيس جمهورية حتى أنتم ماذا بينا تعلنوا أنكم اللي أنتم ما كنتمش باش ترشحوا للمجلس الدستوري تو تراه كيفاش شيفرة غدوة المجلس هذاك نتاع حماية الثورة ولا نقول لهم المايور بيقول لك خاطيني يمدوا يحبوا كيما الكوبي اللي في مجلس حماية السرقة نتاع الثورة تو يعملوه في على انه مجلس تاسيسي وين مجلس تاسيسي هذايا قلت وانه باش يهز تونس الهاويه والهاويه بدات اليوم غلاء المعيشه اللي جرى في تونس كعبه الوردي من 500 دينار النحاس زاد سمو والله عندي سمو باش تونس نحب تسمع من 1600 من 16000 دينار كيلو ولا 22 دينار الكيلو الحديد نتاع 12 من 12 دينار و500 17 دينار معناتها والحمد لله اللي قلتوا عندي 3 شهور و 30% باش تزيد الاسعار في 3 شهور هاي زادوا والناس وقفت المرامات ناس تتشكى ناس صناعيه صغار يقول لك وقفنا وجماعه مجلس يقنوا للبلاد كانهم مالكينها نحاول السرق الاكبر باش يقسموا هما الجاتو خير باسم احزاب القديمه وما يعرف حد وإذا كنت حب نحاوروا نعملوا كما مصر 10 من الناس ياخذوا الدستور بتاع 59 يلق نظيف يحاوروه ويحطوه في استبدال الشعب خلي الشعب يعرف شي يختار وتجرى انتخابات رئاسية
وكنا لما نقول انتخابات رئاسيه مش معناتها كما لغتهم ما نحبوش يكون يعاود يسرقنا ما نحبوش نعاود هذا متفقين به، اما احنا زاد كشعب ما نحبوش نعطيو للاحزاب تفتفنا في عود دار طرابلس يقول لي حزب الكاكاويه الفلاني وحزب الكاكاويه الفلاني. لا رئيس دوله كواكا جرات في البرازيل وجرات في امريكا الرؤساء مصرين يبدا الدستور خوي والشعب فايق وفاق الشعب التونسي. واذا كان تحبوا على نظام برلماني رشحوا رئيس دوله يقول راني باش نرد البلاد برلمانيه، والاخر يقول نحبوا القانون نتاعنا ونطرح على التونسيين نظام رئاسي مع برلمان قوي نجم يوقف الرئيس مع عداله مستقله مع كذا، ونجم يجي واحد يقول لا باش نعملوا كيما الكتاب الاخضر نتاع القذافي لجان شعبيه كيما زاير توا والشعب يختار. والتمثيليه هذه لازمها تقف، وسادعو الى نعاود نقولها الى مظاهره صاخبه امام المجلس هذا اللي حلو وانهاء التمثيليه باش تونس تتنفس اليوم حتى حد ما فرح بالثورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.